والان مع الاستاذ الدكتور محمد ايهاب علي سليط، استاذ امراض النساء والتوليد بكليه الطب الاصل العيني. دكتور محمد ايهاب نائب رئيس الجمعيه المصريه للموجات فوق صوتيه في مجال امراض النساء والتوليد، والبيبر اللي هيقولها النهارده ORADS A Recent Reporting System for Classification and Management of Adnexal Masses. تفضل دكتور محمد. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ثانك يو مستر تشيرمان اند كو تشيرمان. الحقيقه كانت المحاضره غير كده، بس انا الحقيقه غيرت الاسم لان التيمة بتاعت المؤتمر هو العيادات بتاعت المستشفى جنه. ودي بعد ما سمعت الدكتور هشام الكلام دوت اول امبارح، فقررت ان انا اغير اسم المحاضره ديت عشان اقول ان ايه عندنا عياده السونار في مستشفى جنه وبنطبق فيها ايه جديد يعني. ف ORADS دوت ريسنت ريبورتنج سيستم فور كلاسيفيكيشن اند مانجمنت اوف انكزال ماسز. يعني ايه الكلام دوت؟ انا اشرحه حالا، لكن معناه ايه كده ببساطه جدا. انا عندي انكزال ماس، عايز اعرف بالظبط الماس ديت بناين ولا مالجننت ولا بوردر لاين ولا انكلوسيف ولا ايه بالظبط. هنقول القصه من الاول خالص ايه اللي حصل، وهنقول ايه بنطبق ايه في مستشفى جنه على الحالات اللي بتبعت لنا. وات وي اول نو، كل احنا عارفينه ان في حاجه اسمها انترناشونال اوفيريان تيومر اناليسيز ايوتا جروب. ده الكلام ده عارفينه من سنه 2000. في جروب اتعمل من مجموعه ساينتست اول اوفر ذا وورلد، وعملوا حاجتين مهمين قوي. عمل يونيفيكيشن اوف ترمينولوجي، يعني قال لك يعني ايه سيست. السيست بتتكتب في ريبورت في كانتري حاجه، وفي كانتري تاني حاجه تانيه خالص. يعني السيست اقل من 5 سم ولا اكتر من 5 سم. يعني ايه سوليد بارت جوه السيست؟ معناه ايه؟ هل في لازم بلاد سبلاي ولا مفيش بلاد سبلاي؟ هم عملوا يونيفيكيشن اوف ذيس ترمينولوجي، نمره واحد. نمره اثنين، عملوا حاجه اسمها رولز. رولز افرق لك بين البناين اند مالجننت. فالايوتا ديت بداوا من الاستوري بتاعتهم سنه 2000، بداوا من 99 و2000 نشروا اول حاجه اسمها terms definition and measurement to describe sonographic features of adnexal tumors consensus opinion from international ovarian tumor analysis. ده مجموعه علماء في كل العالم واتفقوا مع بعض على الترمينولوجي وازاي يفرق بين benign and malignant by ultrasound. سنه 2008 عملوا حاجه اسمها simple rules. رولز سيمبلي كده يقول لك البناين معناه ايه والمالجنت معناه ايه. اما اشوف حاجه جوه السيست دي او الماس الموجوده في الادنكزا، هل ينطبق عليها كل الرولز اقول ان دي بناين 100% ولا مالجنت 100% ولا مش قادر اعرف دي ايه بالظبط. طبعا الكلام ده كله كان ماشي كويس قوي. عملوا حاجه اسمها الام رولز، ان المالجنت اي حاجه مالجنت سموها الام رولز، واي حاجه بناين سموها البي رولز. ايه الام رولز والبي رولز دولت اللي عملوهم من 2008 وكنا ماشيين عليهم كلنا لحد سنه 2019 2020. قال لك السيمبل رول نمبر 1 اللي هو فيتشرز اوف مالجننت ماس، لو لقى الريجولار سوليد تيومر او لقى اسايتس او لقى اتليست 4 بابيلاري ستراكشر جوه سيست على الاقل 4، او لقى الريجولار مالتيكولار سوليد تيومر اكتر من 10 سم، او لقى فيري سترونج بلاد فلو. دي كلها المالجننت فيتشرز اللي ممكن يلاقيها. وقال لك بقى اخر حاجه ايه، ماس از كلاسيفايد از مالجننت اف ات ليست 1 ام فيتشر، وانا مالجننت فيتشر يعني از بريزنت وما فيش اي بناين فيتشر موجود. يبقى انا لو شفت ده الرولز نمره واحد، الرول بتاعهم اللي قالوه وكنا ماشيين عليه كلنا لحد سنه 2020. اي حاجه من ديت موجوده في الماس ديت دي مالجننت، بس بشرط ما يكونش فيها بناين فيتشر. ايه البناين فيتشر؟ هي ديت اللي هو الرول نمبر 2، بناين فيتشر يونيلوكرال سيست او سوليد كومبوننت في السيست ديت اهم حاجه يكون اقل من 7 مللي. شايفين الكومبوننت الصغير تحت دوت ده اقل من 7 مللي. او لو لقى اكوستيك شادوينج. يعني ايه اكوستيك شادوينج؟ ده سيست جواها حته كده سوليد وراها سواد موجود. It is a benign 100%. او لقى بلاد فلو قليل جدا بيسموه سكور 1، يعني مفيش بلاد فلو خالص. فاكرين الصوره كانت نفس المكان دوت السلايد اللي فات كان سكور عامل ازاي؟ كميه بلاد عنيفه جدا فماليجنت ديت كان سكور 1، مش معناه ان في حاجه، معناه ان ما فيهوش حاجه. واخر حاجه خالص لو لقى سموث مالتي لوكولار تيومر مع لارج ديامتر اقل من 10 سم. دي كلها البناين فيتشرز. عشان اقول الماس ديت بناين لو لقيت اي بي فيتشر موجود، ومهم جدا ما لقيش معاه اي مالجنت فيتشر من الحاجات اللي شفناها في الاول. ده رول 2. رول 3 قال لك انكونكلوسيف. يعني ايه انكونكلوسيف؟ يعني ساعات الاقي بناين، حاجات بناين وحاجات مالجنت في نفس الماس ديت. او الاقي ولا ده ولا ده موجود. ده اعمل ايه في حاجه زي كده؟ نعمل سكند ستيج تيست او اكسبرت سبجكتيف اسسمنت. يعني ايه سكند ستيج تيست؟ اعمل اي كيميكال
اناليسيس سي ام 125 او اي حاجه من ديت ابعتها لاكسبرت تاني. اوكي طيب 2013 الكلام ده بدا يتراجع تاني من الاول وجديد، عملوا اي سمبل رولز ديسكريميتنج بتوين بيناين اند مالجننت بروسبكتيف اكسترنال فاليديشن، لموا الحاجات كلها بقى، وبعد ما اتعملها الناس دي عمليات وتشاف بقى الباثولوجي بتاعها عامل ازاي بداوا يراجعوا الكلام دوت. لقوا حاجه مهمه قوي، لقوا في فولس نيجاتيف 12% ودي كميه كبيره قوي. فعملوا ايه؟ ما عملوش حاجه. عشان كده لقوا بعد كده الانكلوسيف انكلوسيف ماسز ديت في 20% من الحالات اللي هم مشوا عليها، فبقى موضوع عالي قوي يعني مش قادر اعرف براين ولا مالجنت. عملوا حاجه ثانيه نفس الايوتا جروب دوت في 2017 حاجه اسمها الادنكس موديل اسمها اسسمنت اوف ديفرنت نيوبليزيا ان ذا ادنكسا اسمها الادنكس ريسك موديل. يعني ايه ادنكس ريسك موديل؟ يعني جاب الماس ديت وعملها شويه سوجرافيك كرايتيريا وشويه كلينيكال كرايتيريا ودخلهم جوه سوفت وير، السوفت وير دوت نزلوه على النت وبقى ممكن تنزله على الموبايل بتاعك. انا املى له بس الشيت بتاع دوت الموجود بالكلينيكال داتا وبالسونوجرافيك داتا وهو هيديني بالظبط الحاله ديت بناين ولا مالجننت ولا ستيج حتى 1 2 لحد 4 ولا دوت ميتاستاسيس من حاجه ثانيه خالص، على السقف بتاع السسبشن بتاعه والسقف بتاع الدياجنوز بتاعه. طيب دي 2017 ده في ويب بيج موجوده هناك على الادنكس ماس. عملوها ازاي الكلام دوت؟ جاب لك 24 الترا ساوند سنتر في 10 كانترز طبعا كلها اوروبا ايطاليا وبلجيوم وسويدن و بارتيسيبيشن 6000 وومن مع اوفيريان انكلودينج بارا اوفيريان ماسز واندر وينت ستاندردايز الترا ساوند اكزامينيشن بيفور سيرجري. الادنكس موديل بقى عباره عن 9 بريدكتورز، ده اللي هيطلع لك لو نزلت السوفت وير بتاعك هيديك 9 بريدكتورز لازم تملاهم كلهم انت شايف ايه بالظبط والهيستوري بتاع العينه ديت ايه؟ تملاهم وهيقول لك بالظبط الماس دي بيناين ولا مالجنت بس اول اتس ستيجز. في ثلاثه كلينيكال فاريبلز، الايج بتاع البيشنت هتكتبه له سي ام 125 والسنتر اللي انت شغال فيه ده اونكولوجي سنتر ولا سنتر ما بعت لك في اي حته. الستكس الترا ساوند فاريبل اللي انت بتشوفهم بالسونار بتاعك، ماكسيمال دايمتر اوف ذا ليجن اقل من 10 ولا اكتر من 10، بروبوشن اوف سوليد ماس تيشو موجود في سوليد ولا في سوليد، مور ذان 10 سيستيك لوكيلس، والنمبر اوف بابيلري بروجكشنز واكوستيك شادوينج اند اسايتس. هنا خلي بالنا حاجه مهمه قوي، الدوبلر ما كانش ليه اي رول في الادنكس دوت، يعني الدوبلر ما شفناه في البناين ما كانش فيه اي دم واصل جواه، والدوبلر معتمد عليه كتير جدا في الحاجات السوليد لو لقيناه كتير قوي معنى كلام ده ان فيه مالجننس. طيب الاوت كام ريزلتس بتاعتهم ايه بقى؟ قال لك يو ديسكريمينيت ويل الادنكس دوت بعد ما بدا يدرسوه تاني بتوين البناين اند مالجننت تيومرز اند اوفرز اكسلنت ديسكريمينيشن بتوين فور تايبس اوفيريان مالجننسي. فالادنكس دوت مهم طبعا، وده السايت ممكن ننزله حتى على الموبايل بتاعك بعد ما تخلص شغلك تروح داخل عليه وتقول له هيطلع لي مالجننت ولا لا. شايفين هنا نفس الكلام ازاي؟ هو اللي احنا قلنا عليه الايدج اوف ذا بيشنت ودي الايتم اللي احنا قلنا عليها. هنا واحد ملل دوت الايدج بيشنت كان 35 سنه مش صغيره، انكولوجي سنتر لا مش انكولوجي سنتر، ماكسيمال دايمتر اوف ذا ريجن 90 مللي اقل من 10 سم يعني، ماكسيمال دايمتر اوف سوليد بارت 3 صغير، مور ذان 10 نيكولاي مش موجود، بابيلري مور ذان 3، اكوستيك شادوينج ما فيش شادوينج، اسايتس ما فيش، عمل الكلام ده كله ودخله راح طلع له ان هي بي 9 84%. خلي بالك في حاجات ثانيه هنا في بي 9 تيومر ممكن يطلع، ممكن يطلع ميتاستاسيس، ممكن يطلع ريسك ستيج 2 تو 4، ممكن يطلع ريسك ستيج اوفيريان كانسر او ريسك بوردر لاين. فدوت الادنكس طبعا ده قلنا دي حاجه حلوه جدا، انا جاست هديله الهيستوري بتاع العيانه واديله الشيء اللي انا شايفه الالترا ساوند هيقول لي الست دي بناين ولا مالجنت اند ويتش ستيج اوف مالجنس ايفن ميتاستاسيس كلام من ده. طب الكلام ده فيري فيري بوبيلر ان يوروب، لكن في امريكا مش ماشي معاهم. ليه؟ امريكا بيعتمدوا على الديسكريبشن اوف ذا تيومر نفسه، ماليش دعوه ماثيماتيكالي انا ماليش دعوه بيه. فعشان كده كندا وامريكا ما بيستعملوش خالص لان هم بيحبوا جدا الباترن ريكوجنيشن ابروتش، باترن ريكوجنيشن عايز يشوف شكله عامل ايه ملوش دعوه بده. عشان كده جت بقى مجموعه ثانيه خالص قبل ما اقول ديت يعني الايوتا خلاص كانت مشت كويس قوي، لكن بقى في برضه مجموعات من الناس عملوا شويه برضه سبيسيفيكيشن للماسز ديت، من ضمنها ايه؟ اوفيريان ماس كاتريزيشن، من ضمنها السوسايتي اوف ريديولوجيست ان الترا ساوند كونسنسس ستيتمنت، هم كمان عملوا نفسهم مجموعه من الرولز كده دي بناين ولا مالجننت. في ناس تانيين اليونيفرستي اوف كنتاكي مورفولوجي اندكس عملوا نفسهم اندكس
وفي another paper gynecologic imaging reporting and data system or GI RADS. دول كلهم عاونوا برضو غير الايوتا عملوا منهم rules ومشوها على الشغل اللي عنده. لكن كل الحاجات ديت did not include standardized terminology and definitions. ما قالكش السيست يعني ايه 100%، ما قالكش مالتي لوكرال يعني ايه. الحاجة التانية do not recommend management of high risk lesions. ما قالكش هاير اعمل لهم ايه. الحاجة الأخيرة do not provide objective criteria of all lesions. عشان كده جات المجموعة الجديدة اسمها Adnexal Ovarian Adnexal Reporting Data System Risk Stratification and Management System is designed عشان يعمل ايه. دول بقى عملوا حاجة جديدة خالص ونشروها 2018 وعدلوها 2020 وده اللي احنا ماشيين عليه كرول في عيادة السونار في المستشفى. ديكريز الايم بتاعتهم ايه بقى؟ ديكريز اليمينيت امبيجوستي ان الترا ساوند ريبورت. يعني انا هقول لك يعني ايه سيست، يعني ايه سيست كلنا هنتكلم عليه. يعني ايه سيست؟ سيست شكلها عامل كذا، مالتي لوكال سيست شكلها عامل كذا، سوليد بارت معناها عامل كذا. يبقى اول حاجه يقلل الديسكريبنسي في الديسكريبشن بتاع الماس نفسها. الحاجه الثانيه اكيوريت بريدكشن اوف ريسك اوف مالجنسي تو اوفيريان اند اذر ادنيكال ماس. يعني هيقسم لي الماس ديت الى لو ريسك او انترميديت ريسك او هاي ريسك. المهم كمان يديك مانجمنت ريكومنديشن فور ايتش ريسك كاتيجوري. يبقى انت كده مستريح جدا. اولا انا اما اكتب ده سيست كل الناس فاهمه يعني ايه سيست. اما اقول لك السيست ديت الريسك مالجنس بتاعها قد ايه، يا اما قليل يا اما انترميديت يا اما هاي، يبقى عرفت الماس اللي عندي شكلها عامل ايه. الحاجه الثالثه كمان بقى مش كده وبس، انا اقول لك بقى اللو ريسك ده عامل لها ايه، فولو اب ولا عامل لها ايه، الانترميديت ريسك عامل لها ايه، فولو اب ولا بعتها تعمل ام ار اي ولا عامل لها عمليه. والحاجه الثالثه الاخيره لو كانت هاي ريسك هعمل ايه؟ هاديها الجينيكولوجيست جينيكولوجي واحد سيرجيكال ولا جينيكولوجيك اونكولوجيست واحد ابعتها من الاول خالص لواحد بتاع اورام مبيض. فده ريحنا جدا في كل في الشغل ان انت بتعمل الترا ساوند. ايفن لو انت جالك ريفيرال من دكتور بتعمل الترا ساوند هتقول له العيله ديت فيها كذا وكذا، فيها انترميت ريسك ومالجنسي، وانت المفروض تعملها كذا وكذا وكذا اكوردنج لايه، اكوردنج للريكومنديشن اللي احنا هنمشي عليه دلوقتي. واقول لكم ليه انا حقيقه يعني محترم الريكومنديشنز ديت. اقول لكم اشتغلوا على كام حاله عشان يوصل للنتائج دي كلها. هاو تو عملوه ازاي؟ اول حاجه بيرفورمد ريسبكتيف اناليسيز اوف كل الايوتا، يعني من سنه 99 لحد 2018 لما كل الحاجات الالترا ساوند ريبورتس اللي اتعملت في سنترز في معظم بلاد العالم اكوردنج للايوتا اللي احنا قلنا عليها ايوتا كرايتيريا. وبعدين العيانين دول كلهم اتعمل لهم سيرجري والسيرجري دوت عمل ليه باثولوجي، فهو كورليتنج اللي هو شافه بالالترا ساوند بالباثولوجي دوت، فمفيش مجال انه يغلط في حاجه. الحاله ديت طلعت انها كانت بيناين واتعملت باثولوجي طلع انها بيناين. الكلام ده على مدى كام؟ من 99 لحد 2018، فعندك 20 سنه لما كل الحاجات الموجوده ديت وعمل ليها بعد كده التقرير بتاعه. مالتي سنتر بروسبكتيف كوهورت ستادي بيشنتس ويز ان ادنيكزل وير كونسيكتيفلي ريكروتد فروم 24 سنترز ان 10 كانترز بين 99 اند 2017. يعني تقريبا 18 سنه مش كده؟ 2017 18 سنه بيشوف لما كل الحاجات اللي اتعملت. عملوا تقريبا 6000 حاله، 6000 حاله دي مفيش فيها غلطه خالص بقى. ليه؟ لان اتعمل لها باثولوجي، اتعمل لها سيرجي واتعمل لها باثولوجي. اول حاجه نشروها في 2018 اوفيرن ادنكزل ريبورتنج اسمها ليكزيكون فور الترا ساوند وايت بيبر اوف اي سي ار اوفيرن ادنكزل ريبورتنج اند داتا سيستم كوميتي. 2020 دي حصل لها موديفيكيشن. شايفين كام سنتر موجود، كام ناس موجودين في الكلام دوت؟ 20 سنه بيشتغلوا عليه والناس دي كلها اشتغلت على الكلام دوت. عشان كده اي ريسبكتد ذيس بيبر الحقيقه، يعني لانها كان ليها ايفيدنس بيزد انها باثولوجي اتعمل وطلعوا بعد كده بريكومنديشنز. البرنسبل جولز اوف اوراز في 2020 بقى الجولز بتاعتهم ايه؟ اول حاجه ستاندردايز بيزك سونوجرافيك ديفينيشنز تو ليميت فاريابيليتي ان ريبورتنج لانجوج. خلاص اتفقنا كلنا سيست سوليد بابيلري قدها قد ايه. الحاجه الثانيه ستابلايزنج ريسك ستراتيفيكيشن الجوريزم، يعني قال لك الحاله ديت انترميديت ريسك دي هاي ريسك بقى ستاندردايزد. والحاجه الاخيره مهمه قوي جايد لاينز فور مانجمنت، المودريت ريسك دي هعمل لها ايه ويقول لك هتعمل لها كذا، تبعتها تعمل ام ار اي لو انت مش شايف، تبعتها لجينيكولوجيك انكولوجيست يعمل لك هو العمليه بتاعتك. دي اول حاجه اول جزء بيزك ديفينيشنز اللي هي ديت بقى. اول حاجه اوفيرن ليجنز فايف ميجر كاتيجوريز هقولها بسرعه طبعا لان دي هتهم مش تسولفر كتير. يونيلوكلر سيست مع سوليد كومبوننت او سيست مع سوليد كومبوننت او مالتي لوكلر او سوليد. الحاجه الثانيه
مش جاست النيوكلير سيست، لا فيها حاجات ثانيه هيمورج وفيها شادوينج. الحاجه الثالثه كارر سكورنج، زي ما قلنا كارر سكور 1 مفيش سكور، كل ما زاد البلاد كل ما زاد السكورنج بتاع الحاله ديت. دي اول حاجه ستاندرديشن للديفينيشن. ثاني حاجه بقى الريسك استراتيفيكيشن، يعني الحالات دي فيها ريسك قد ايه. قسمها لست حاجات، اورال زيرو انكمبليت ايفالويشن، يعني انكمبليت ايفالويشن عينه تخينه او مش قادره تستحمل اندو فاجينال الترا ساوند فبيعملهاش، دي سماها زيرو. وادز فيسيولوجيكال كاتيجوري، يعني ايه فيسيولوجيكال كاتيجوري؟ يعني الاوفر اللي فيه اوفا او فيه كوربس ليوتين. راد 2 اولموست سيرتنلي بيناين وريسك فيها اقل من 1%. راد 3 ليشن لو ريسك مالجنسي من 1-10%. فانت في الريبر تقول لي هي وقف انهي كاتيجوري من دولت، يا 1 يا 1 تو 10 او 3 4. ليجن بيكون انترميت مالجنسي 10-50%، واخر واحد ليجن هاي ريسك مور ذان 50%. دي كلها الريسك. وزيرو طبعا انكمبليت ايفالويشن، عشان لو كان في باول جاز لارج سايز اوف ذا ليجن ليميتيشن لوكيشن اوف ذا ادنكس بعيد عنك او انابيليتي تو توليريت اندو فاجينال ايمجينج. راد 1 نورمال اوفري مالجنسي تقريبا مفيش حاجه خالص، لو نورمال اوفري انت بتشوف وتشوف فيه فوليكلز وتشوف فيه كوربس لوتيم، عمره ما يكون في مالجنسي، عشان كده بنسميه نورمال اوفري. زي المنظر دوت، دي الفوليكلز ودي حاجات كوربس لوتيم باشكالها المختلفه طبعا، دوت بنسميه راد 1 نورمال اوفري. طبعا دوت في البري منوبوزال مش بوست منوبوزال. الكوربس لوتيم طبعا باشكالها المختلفه، الكوربس لوتيم راد 2 certainly benign اقل من 1% likely to be malignancy، واللي احنا عارفينها almost benign include majority of gynecological cyst اقل من 10 سم، وانكلود الحاجات اللي احنا بنشوفها بنفسنا spot diagnosis. لو شفت endometrioma دي spot diagnosis، لو شفت hemorrhagic cyst spot diagnosis، dermoid spot diagnosis، دي كلها benign. عشان كده وقع فين اورا 2 almost certainly it is a benign اقل من 1% malignancy. 2 دي benign زي ما قلنا simple cyst، دي نون سيمبل سيست بيكون معاها سيبتم انكمبليت سيبتم، دي الهيموراجيك سيست، وديت الشادوينج سيست الموجود فيها الديرمويد سيست. اندوميتريوما طبعا عمرنا ما نغلط فيها ابدا، دي كلها بيناين، حاجات بيناين. والهايدروسالبنكس بالشكل بتاعه اللي احنا عارفينه اللي هو ريتور شيب وانكمبليت سيبتا وكلام من ده. تيبيكال هيموراجيك سيست، تيبيكال ديرمويد سيست، تيبيكال اندوميتريوما. اورا 3 لو ريسك مالجنسي اقل من 10%. لكن الكلر بقى من اول الكاتيجوري دوت هندخل الكلر دوبلر، اللي فات كله ما كانش فيه كلر دوبلر، هنا هندخل الكلر دوبلر و انكلودز سيرتلي بيناين كاتيجوري سيمبل سيست يونيكرن سموث سيست اند ليجنز ويز كلاسيك بيناين ديسكريبشنز جريتر ذان 10 سم. زي المنظر ده يونيكرن سيست شكلها كده، والسيست اللي فيها الريجولار وول اورا 3 برضه دخلنا الدوبلر خلاص اقل من 10 سم، لكن فيها كلر فلو سوليد برضه فيها ما فيش فيها كلر فلو. انترميديت ريسك مش ماشي ليه؟ من 10 انترميديت ريسك اللي هم معلش فوتنا واحده كده، انترميديت ريسك دولت مالتي لوكر اكتر من 10 والسوليد فيها اكتر من 80%. اهم حاجه كلر دوبلر بتاعها بيكون مش ماشي ليه مش عارف. طيب هنا الريجولر وول والسوليد او سيستك فيها بارت منه سوليد وفي بلاد سبلاي كتير، كلر سكور بتاعها 2. بابيلي سواء فيها كلر سكور او مفيش فيها كلر سكور، او مالتي لوكر سيست فيها بابيلي برضو مايلد. 4 برضو اقل من 10-50% سوليد بارت 80% ومايلد مودريت فلو. الهاي ريسك بقى اكتر حاجه اللي هي 5 ديت اكتر 50% لك الودو مالجنسي. الريجولار سوليد ليجن سيست مع سوليد كومبوننت وهاي كلر سكور واسايتس او بريتنيال نوديولز. زي المنظر بتاعهم دوت، كل ديت حالات نقول انها هاي ريسك اوف مالجنسي اكتر من 50%. سكورنج شايفينه عالي ازاي في كارل سكور، حتى السوليد هنا حتى السوليد ما فيش فيها كارل سكور. اهم حاجه الوول بتاعها اللي بره يكون الريجولار، دي بتكون اكتر حاجه كنا فيها مالجنسي. اسايتس طبعا بيجايد يو ذير از مالجنت كونديشن. جايد لاينز فور مانجمنت دي اخر حاجه نتكلم عليها، ان دلوقتي اتكلمنا عن كاتيجورايزيشن، عرفنا كل حاجه يعني ايه سيست يعني ايه سوليد، اتكلمنا على نحط اي كل ليجن دوت في انهي كاتيجوري بتاعته حسب الريسك اوف مالجنسي. الاخر حاجه بقى كل ريسك اوف مالجنسي هنعمل له ايه؟ جايد لاينز فور مانجمنت حاجه هيقع في حاجه من ثلاثه، نو فولو اب لو حاجه بيناين، او كونزرفاتيف فولو اب مع الترا ساوند سبيشالست، او نحط ام ار اي لو زودنا عليه، او بتحتاج جاينكولوجيست او جاينكولوجيك اونكولوجيست. يبقى المانجمنت هيقع في حاجه من ثلاثه، مفيش فولو اب خالص، او فولو اب مع حد سبيشاليست، او ابعتها تعمل انذر موداليتي اوف انفستيجيشن زي الام ار اي، او اخر حاجه خالص هبعتها من الاول خالص الى جاينكولوجيك
اونكولوجيست. طبعا اورادز 1 و0 ريبيت الترا ساوند، اورادز 1 نورمال اوفري مفيش اديشنال مانجمنت طبعا زي ما انتم شايفين كده، ده مش عليها بسرعه هم عاملين جدول للكلام ده كله. 2 ديت نو فولو اب زي ما قلنا لانهم معظمهم يكون بناين، اقل من 90% لايكلي هود اوف مالجنسي. ان سام سونوجراف ان سام سب جروبس لازم حتى السبيشاليست اعملها ام ار اي لو انا شاكك في الشكل بتاعه. لو كانت سمبل سيست لو ريسك برضه نفس الكلام مش هزود. الانترميديت ريسك ديت ممكن ازود حاجات عليها كمان، انترميديت ريسك ازود الترا ساوند سبيشاليست ايفالويشن، اعملها ام ار اي، اعملها ستيم رام بايو ماركر. اخر حاجه خالص اللي هم لايك ليدو مالجنسي مور ذان 50% من الاول خالص ابعتها الى جينيكولوجيك اونكولوجيست. اخر حاجه بقى ايه الرول اوف تيومر ماركرز في الادنكزال ماس؟ حسب ما هم قالوا حسب اورادز قال لك اولا دي لازم تكون individualized. يعني ايه؟ مش كل حاله عملها سي ام 125 بدليل ايه؟ في اكزامبل كده يعني لو واحده لقيت عندها هاي ليفل في سي ام 125 لكن بص بريمينوبوز وبعدين بص على الاوفريت فيها اندومتريوما وعندها كلاسيك بيكتشر اندومتريوما السايكليك بين والكلام ده، يبقى الكلام ده معناه ايه؟ هل دي مالجنت؟ مش مالجنت، انا عندي حاجه بناين مع ان سي 125 عالي. في نفس الوقت عكس الكلام ده كله لو سي 125 واطي في واحده بوست منوبوزا لقيت عندها سوليد ماس فيها هاي كلر فلو ما اقولش انها دي كويسه، سي 125 عندها واطي لا ما ينفعش، عشان سي 125 لازم كورليتد للالترا ساوند البيكتشر بتاعتنا ويبقى انديفيدوايز مش كل الحالات عاملها فيها. ان كونكلوجن الاوفيرن ادنكس ريبورتنج اند داتا سيستم الاورادز بروفايدد ستاندردايزد ليكزيكون. يعني ايه ليكزيكون؟ يعني اسامي معروفه تقول definitions of characteristic ultrasound appearance or normal ovaries and ovarian and other adnexal lesions. الاورادز بيدينا برضه stratification لريسك فاكتور هما 6 ريسك فاكتورز، والحاجه الاخيره بيديني how to manage these cases. So اورادز is the only lexicon and classification system that includes all risk categories حسب ما قلناها مع associated management scheme. The main benefits are انا استفدت ايه من الكلام ده كله؟ ان surgical procedures for benign lesions قلنا عليها اقل من 1% and avoided with improvement in the pre-operative assessment of lesion. يعني واحده بوست منوبوزال عندها سيست 4 سم احنا بنجري نعملها استريكتومي، طبعا الكلام ده لا، الكلام ده يكون benign هقول لك تابعها within 1 year عشان كده قلل قوي surgical interference في benign cases. وعلى الناحيه الثانيه لو لقيت عندها باترن اوف ريكوجنيشن بتاعها او ريسك ستريفيكيشن بتاعها اكتر من 5 ابعتها من الاول الى جينيكولوجيك اونكولوجيست عشان احسن لها السرفايفل ريت. ثانك يو فيري ماتش. بنشكر الاستاذ الدكتور محمد ايهاب سليت فور ذيس اوتستاندينج ليكتشر. حقيقه فعلا الاوفري ده دايليما كبيره جدا، ياما منا كتير جاله ريبورت التراسونوجرافيك ريبورت ومكتوب فيه ان احنا بنوصي بالام ار اي، والعكس صحيح بناخد ساعات احيانا بريبورت قال ان في سسبيشس اوفري او في كومبلكس اوفري وتشال وبعد كده ثبت العكس. ففعلا الاورادز كلاسيفيكيشن دي الفايف جريدز بتوعها من كونكلوزيف جدا جدا. متشكرين. كنت عاوز اقول حاجه برضو بالنسبه للجمعيتين الكبار بتوعنا اللي هم الرويال كوليدج والفيجو، اقروا استعمال الفاكسينيشن الموجوده في الدول دي. يعني الرويال كوليدج اقرت استعمال الاربعه فاكسينيشن الموجودين في انجلترا، والفيجو برضو اقرت استعمال لدرجه ان من شهرين المانيا طلعت بتصريح غريب جدا لغايه دلوقتي في ناس بتعارضه، وهو تطعيم الاطفال من سن 15 ل 12 سنه ضد كوفيد 19. شكرا جزيلا. شكرا.